يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الناس. نؤكد على المعنى الذي سبق وأن أشرنا إليه مرارا، وهو أننا كمسلمين أمة واحدة، وكالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، وكالبنيان يشد بعضه بعضا، كما قال ذلك ربنا في كتابه، وكما قال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. وأبرز شيء يدل على ضرورة الحرص على هذه الوحدة أن صلاة الفرد في جماعة تعدل صلاة الإنسان منفردا ب27 درجة. الصلاة هي الصلاة، 4 ركعات هم 4 ركعات، ونفس الوقت الذي سيستغرق في صلاة الإنسان منفردا هو تقريبا نفس الوقت أو يزيد قليلا إذا صلاها في جماعة، ومع ذلك تضاعف وتزيد صلاته في جماعة عن صلاة منفردا ب27 درجة، 27 ضعف. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على حرص الإسلام على وحدة الصف وجمع الكلمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ثلاثة في بدو أو قرية لا تقام فيهم الجماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يدلنا على ضرورة الحرص على الجماعة أيا كان. الحرص في كل شيء على الجماعة، وحدة الصف، جمع الكلمة، في الصلاة وفي غير الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجعلنا سلما لأوليائه حربا على أعدائه. في سؤال بيقول: يعمل في محل للبقالة من 6 إلى 8 ولا يستطيع أن يصلي، من 6 لـ8. واضح أنه بيسأل من 6 الصبح لـ8 بالليل، أو من 6 مساء لـ8، المهم أنه يقول لا يستطيع أن يصلي. والله يا أخي، الإسلام دين يسر، وربنا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا لم تستطع أن تذهب إلى المسجد لتؤدي صلاة الجماعة فيه، فجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. أنت في عملك بتروح الحمام ولا بتروحش، بتاكل وتشرب ولا ما بتاكلش، إذا حدث لك وعكة صحية بتروح تعالج ولا لا؟ فهل جاء الأمر فقط على مسألة الصلاة؟ ينبغي علينا أن نحافظ على أداء صلاتنا في مواعيدها. وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا فأيما أدركتك الصلاة فصلي، فهو لك مسجد. ففي داخل المحل افرس مصلية وصلي وقت بوقت، وإذا الناس جت ولقيتك بتصلي محدش هيلوم عليك، محدش هيقولك مثلا يعني أنت سايبنا واقفين وبتصلي. ها، كل الناس عارفة أن دي فريضة، و فريضة مكتوبة ومحددة بوقت، وبالتالي لن يلوم أحد شخصا يراه وهو يصلي لله فرضا، لأن دي لها انعكاساتها الإيجابية على حياتك ككل. هتبقى راجل أمين وراجل صادق، وراجل تغض بصرك عن الحرام، وراجل تتعامل يعني بأدب وأخلاق مع كل الناس إذا أنت رعيت حق الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ليس بأي حال محال مبررا أن تترك الصلاة أو تدعها، فالله تعالى يحاسبنا
على تقصيرنا وعلى إهمالنا في هذه الصلاة، وهي العهد الذي بيننا وبين غير المسلم الصلاة، العهد الذي بيننا وبين المسلم، فمن تركها فقد كفر. فنسأل الله العفو والعافية، ولا بد إذن من المحافظة على الصلاة. معنا اتصال. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل سؤال بس. تفضلي. لو سمحت أنا في واحدة صاحبتي ساعتها كانت جاية تتطلق، فاللي مسؤولني سألها أنت عليك الضوء ولا لأ؟ سألت لأ وهي كانت عليها، فكانت عايزة تعرف ده إيه الاسم وإيه الكفارة، لأنها ما كانتش ينفع إنها تجمع الناس تاني كده. طيب. تاني حاجة لو طلقة بقينا في بتاع في عدة ليها؟ لو طلقة بقينا يعني طلقة التالتة؟ لا 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 مش طلقة، الأولانية بس عند مأذون. الأولانية عند مأذون. طيب ماشي. في لها عدتها ايه بالظبط؟ لازم تستنى في بيته برضو؟ حاضر حاضر ماشي شكرا. ماشي بارك الله فيك. هي مسألة التطليق قال الله تعالى فيها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن بمعنى أن تطلق المرأة للوقت الذي تشرع فيه العدة، تشرع فيه في العدة، وهذا الوقت هو أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها زوجها فيه. ده معنى إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن. ولذلك العلماء بيقولوا أن الطلاق سني وبدعي. السني هو هذا أن تطلق مرة واحدة مش ثلاثة، وأن تكون طاهرا لم تجامع في هذا الطهر، وإلا فالطلاق يقع ويسمى حينئذ طلاقا بدعيا إذا طلقت في حيض أو طلقت في طهر جامعها فيه، فهذا طلاق بدعي ولكنه يقع. ففي مثل هذه الحالة هي أخبرت إنها مش حائض ولا حاجة علشان قال إيه الناس مجموعة، لكن ده كذب، هذا كذب وتحاسب عليه بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا يطيل عليها فترة العدة أصلا، هذا يطيل عليها فترة العدة لأنها تعتد بثلاثة أقراء، والقرء يختلف فيه هل هو الحيض أو الطهر، والأصح والأقوى في المسألة أن الطهر، يبقى كده هتقعد أكتر من ثلاثة أشهر حتى تقضي عدتها. وبالتالي الطلاق واقع وصحيح، ولكنه طلاق بدعي حيث وقع في الحيض، وهي التي تتحمل الوزر بسبب كذبها، بسبب كذبها. ومن ثم نقول لها توبي إلى الله سبحانه وتعالى واصلح حالك مع ربنا. وعدة المرأة من طلاق بائن شأنه كشأن الطلقة الرجعية، بيبقى ثلاثة أقراء، والله أعلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور أدايب أسألك بالله أنك بس تدعيني لربنا يشفيني ويشيل عني جميعا يا رب. بارك الله فيك. آمين يا رب العالمين. وعايزك بس يعني تديني خطوات أن أنا أمشي عليها، بحيث أن الواحد لما يقابل ربه يكون نقي ويكون ويكون ذنوبه خفيف. الله يرضى عليك. حاضر 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 حاضر. نعم. طيب الخطوات اللي تسأل عليها الحاجة، طبعا بداية نسأل الله تعالى أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين ويدفع عنا وعنكم البلاء ويعلينا جميعا إلى العافية ويمسح علينا وعليكم بيده الشافية الكافية. الخطوات اللي الواحد يعمل بيها حتى يستطيع أن يلقى الله وهو عنه راض، وأن تكون ذنوبه كما تقول الحاجة خفيفة وحمله يعني على الأد، أنا أشوف إيه اللي يرضي ربنا في أي عمل أعمله، أي عمل، الكلمة اللي هنطقها، الخطوة اللي هتحركها، التصرف اللي هأباشره، المعاملة التي سأشرع فيها، أي حاجة صغيرة أو كبيرة أسأل، دي ترضي ربنا أعملها، دي تغضب ربنا أبعد عنها. هذا هو المطلوب، ألا يراني الله حيث نهاني وألا يفقدني حيث أمرني. ده باختصار شديد جدا. عارفين الراجل اللي بيقول إيه؟ عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدمة، وأن لا تراني عندما قد نهيتني لأنك في قلبي كبيرة معظمة. فالإنسان اللي عايز يرضي ربنا
يشوف اللي ربنا يرضى عنه ايه، صغير كبير قليل كتير، طالما يرضى ربنا اتبت فيه وامسك بعض بنواجذي عليه. والحاجه اللي تغضب ربنا في كلمه في فعل في تصرف في اي شيء، لا، بيني وبينها ربنا، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فاذا فعلنا ذلك يبقى ان شاء الله ده دليل على رضا ربنا علينا. لما سئل احد العارفين قيل له كيف اعرف مكاني من ربي، انا عايز اعرف ربنا راضي عني ولا غضبان، ربنا سبحانه وتعالى انا قريب منه ولا بعيد، قال للسائل انظر اين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك. انت ساعه ما ترضى ربنا يبقى انت ربنا راضي عنك، انظر اين الله في قلبك فثم مكانك عند ربك. فاسال الله تعالى ان ربنا يجعلنا دائما مستقيمين على صراط القويم، لا ننحرف ولا نميل ولا نحيد في أي طريق بعيد عن طريق ربنا تبارك وتعالى. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضل يا أخي. رشيد من المغرب. أهلا بك أخي، بارك الله فيك. شيخ. نعم. شيخ الإسلام. أنا لست شيخ الإسلام، أنا طالب علم. تفضل سؤالك، تفضل. داعي إسلامي. نعم. داعي إسلامي. داعي إسلامي، ماله؟ تفضل. أنت داعي إسلامي. أسأل الله أن يجعلنا خيرا مما تحصل ويغفر لنا ما لا تعلم. نعم. عندي مشكلة كبيرة. أسأل الله أن يجعلها يسيرا إن شاء الله. تفضل اطرح مشكلتك. لقد توصلت إلى حقيقة في المغرب، حقيقة مرة. نعم. وأنا أريد إعلان الإسلام على يدك. أنا ما فهمت، توسطت تقول في إيه؟ نعم؟ ما فهمت السؤال. توصلت إلى حقيقة مرة بالمغرب. وهي؟ والآن أريد إعلان الإسلام على يدك. توصلت إلى حقيقة مرة وتريد بالمغرب وتريد الإسلام على يدي؟ أيدك. أنت رجل مسلم أصلا. نعم. أنت رجل مسلم أصلا. حقيقة مرة بالمغرب، ليس يعني وضح سؤالك ماذا تريد يعني؟ السؤال تحديدا عن أي شيء حتى نستطيع الإجابة عليه. تأكدت بأن المغاربة جن. المغاربة جن. والله هي المشكلة أخي، أنا أرحب بأي اتصال من أي مكان، ولكن يعني أحيانا تكون اللهجة غير واضحة ولا يستطيع صاحبها أن يوصل إلينا ما يعني نستطيع أن نتفاهم بمقتضاه معه. فللأسف الأخ يعني اللغة واللهجة عجزت عن أن توصل إلينا ماذا يريد. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت فضيلتك، أنا زوجي للأسف قال لي في مشكلة كده، اعتبري نفسك طالق بالثلاثة، لو ما خرجتيش مني بنسى وبخرج من غير الدبلة. فلما هدي وسألته قال لي لا، أنا كنت بهدد وعايزة أضايقك وعايزة أغيظك بس. يعني ايه حكم الشرع في كده؟ ولو في كفارة زي ما الناس قالوا لنا، يعني الشيخ أفضل زي حضرتك كده قالوا لنا، هل الكفارة لازم يعني ندفعها قبل اي معاشرة زوجية ولا لازم يعني؟ طب هو السؤال، اعتبر نفسك طالق لو كذا، لو ما عملتيش، لو ما خرجتيش بالدبلة. طب حاضر جو حاضر. فلا يا ريت حضرتك تفيدني. يعني هو للأسف انا خفت اقول له، وبعدين حصل معاشره زوجيه وبعد كده قلت له. طبعا. فيا ريت حضرتك تفيدني. جزاك الله حاضر. كل خير. بارك الله فيك. مع السلامه. طيب، هو الحلف او الطلاق المعلق بهذا الشكل، معلق على شرط، ان عملت كذا اعتبر نفسك طالق والكلام ده، طبعا المساله عشان نكون في الصوره، عشان ما نستسهلش الامر، هناك من يقول بان هذا الطلاق يقع، وأن الطلاق المعلق على شرط إذا وقع الشرط وقع المشروط. هناك آراء وآراء ليست ضعيفة، وإنما هي آراء قوية في هذا المجال.
انه لو عملت كذا فانت طالق، لو عملت يبقى ده كلام قيل به. الا انه الان نظرا لعموم البلوى وكثرة تردد لفظ الطلاق على ألسنة الناس بهذا الشكل، فبيؤخذ برأي آخر، وهو أنه إذا كان الأمر على سبيل التهديد لا على سبيل التطليق أو نية الطلاق، إنما زي ما قال الزوج كده أنا كنت بهدد عشان أحملك حملا على إنك تعملي الشيء ده وما إلى ذلك، فإذا كان الأمر على هذا النحو فهناك الآن في لجان الفتوى وما إلى ذلك لعموم البلوى يقولون بأن هذا الطلاق يمين، إذا وقع يكفر عنه بإطعام 10 مساكين، وبالتالي خرج عن إطار كونه تطليق، فلا علاقة لهذا بموضوع المعاشرة من عدمه. يعني خلاص هي الزوجة الزوجية قائمة، ما حصلش فيها انفصال ولا شيء، وإنما ينبغي على الزوج في مثل هذه الحالة أن يبادر إلى التكفير عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. هيشوف مثلا بيصرف قد إيه في اليوم كشخص يخص هو نفسه، لو قلنا العائلة 3-4 بنصرف في اليوم 20 جنيه، يبقى أنا يخصني 5، بنصرف 30 يبقى أنا يخصني مثلا 8، إيه وهكذا، وأضرب في 10 وإيه وأطعم بيه 10 مساكين، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا اخي، ربنا يبارك في حضرتك. الله يحفظك. استاذن بس حضرتك 3 اسئله. تفضل. في سؤالين منهم عن الدين. ايوه. دلوقتي الواحد مثلا وهو صغير كان يعني مع اصحابه كده بيلعب مثلا او كده، كانوا مثلا ممكن يخشوا سوبر ماركت وعلى سبيل المنافسه كان ممكن ياخدوا حاجات ومن غير ما الراجل يعرف. فطبعا لما الناس كبرت وعرفت ان دي تعتبر سرقه، فهو دلوقتي كبير، بس هو يعني دلوقتي المفروض ان هو ليه وضعه شويه بالنسبه للناس في السوبر ماركت، فيرجع فلوس ازاي؟ وهل لازم يعني يطلب السماح ولا ينفع يرجعها الطريقه كده معينه وخلاص؟ حاضر ماشي. السؤال الثاني برضو عن الدين، لو واحد خد مثلا فلوس من واحد بغير حق يعني وهو مش لاقيه، الراجل ده مثلا سافر بره وهو مبلغ برضو كبير، طيب فيعمل ايه؟ السؤال الثالث معلش، هو ده سؤال عن الازهر، هو هل الازهر هيفتح فعلا باب كليه الدعوه للناس ولا لا؟ حاضر ماشي، جزاك الله خير. عليكم السلام كده. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. من فضلك فضيلة الشيخ عندي بعض الأسئلة. تفضلي أسئلتك. يعني زوجي لا يختم القرآن وقد حاولت معه مرارا وتكرارا أن يفعل ذلك ولو مرة في الشهر يعني. طيب. ولكنه كان في كل مرة يتعذر بعدم إتقانه لأحكام تلاوة القرآن. يعني فهل هذا سبب يمنعه من قراءة القرآن؟ وهو معناها أيضا لا يقرأ القرآن من المصحف الشريف. أما يقرأه من حفظه يعني ولا إيه؟ يعني بالسمع يسمع الشيوخ، ودائما أقول له أن قراءة القرآن من المصحف الشريف يعني مختلفة، يجب علينا يجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن من المصحف الشريف. أيوة نعم. السؤال الثاني من فضلك، يعني زوجي له متجر في بعض يبيع فيه سلع متنوعة كمواد التجميل، صبغة الشعر، عطورات نسائية، أيضا ألعاب الأطفال وتحف الديكور، يعني فهل المال الذي يكسبه منها يعني حلال أم حرام؟ حيث. أو فيه شبهة؟ ماشي. وهل يتخلى عن بيع مواد التجميل والعطورات النسائية ويبيع ألعاب الأطفال وتحف الديكور فقط أو ماذا يفعل؟ حاضر حاضر ماشي. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضلي. هل صيام رجب ثاني هل هو من البدع؟ صيام رجب، صيام رجب بالكامل هل هو بدعة؟ حاضر ماشي. أي نعم، في الأخ اللي هو بيقوله هم صغارين كانوا على سبيل اللعب وما إلى ذلك يذهبون إلى بعض المحلات ويأخذون منها أموالا، علموا فيما بعد أنها سرقة وأن هذا ليس مالا يستحق أو يجوز أن تمتد إليه أيديهم، ولعب وتسابق في شيء غير طيب. على كل، يمكنك أخي أن ترسل المبالغ التي ترى أنها توازي هذا المبلغ في مظروف على عنوان المحل دون أن تذكر
مين انت، لكن على الاقل يوصل المبلغ ويتقال ان هذا المبلغ لكم في ذمتي مثلا، وقد رايت ان اي رساله كده، وليس بالضروره ان اقول انا فلان ولا شيء من هذا القبيل. يعني نتحايل في سبيل ايصال الحق الى اصحابه دون ان يصيبنا حرج، خصوصا اذا كانت العلاقه بيننا وبين هؤلاء الناس علاقه طيبه، او استسمحهم فيما قد يكون اخذ، فاذا سامحوا ماشي. مساله الـ 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 الاخذ الفلوس بغير حق من رجل كان له هذا الحق وسافر، هو سفره ليس معناه انتهاء العلاقه به، اذا مات برد المال الى ورثته، واذا كان هناك امل في رجوعه ولو بعد حين انتظر الى ان ياتي وارد اليه الفلوس، هذا اذا كان في الامكان، اما اذا صار الامر في غير الحدود المستطاعة مش هقدر. يعني مسألة رد الفلوس دي مقطوع بعدم الإمكان فيها، مش ممكن خلاص، أنا ما أعرفش الراجل ده راح فين ولا جه منين، الله أعلم بيه فين، أين أراضيه يعلم الله بها. في مثل هذه الحالة أنا بأتصدق بها على نية صاحبها وخلاص، طالما أن أنا مش قادر أوصل ولا أوصل إلى ورثتي إن كان قد مات. هو بيسأل سؤال آخر، هل الأزهر سيفتح أبوابه سواء الكليات الإسلامية أصول الدين الدعوة الشريعة للدارسين من خارج الأزهر؟ والله أنا ليس عندي خبر حتى هذه اللحظة في هذا الخصوص، وأتمنى أن يكون هذا الخبر صحيحا، بحيث نتيح الفرصة لأي طالب علم ولأي راغب في الدراسة التخصصية في الشريعة الإسلامية أو الدعوة أو الحديث أو التفسير أن ينال العلم من يعني كلية محترمة ومن جامعة مشهود لها على مستوى العالم بالقدرة والكفاءة في تعليم الدين، وهي جامعة الأزهر. يفتح الباب لهؤلاء وهم أولى بالأزهر والأزهر أولى بهم، وأسأل الله تعالى أن ربنا يعين وتعود هذه الميزة مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، وللأزهر أن يضع ما شاء من قواعد وضوابط بحيث يضمن إن شاء الله إن هؤلاء الطلاب يكونوا جادين في طلب العلم ويحصلونها بصورة صحيحة إن شاء الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك يا شيخ، قناة طيور الجنة حرام أم حلال؟ حاضر ماشي. حاضر. طيب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا عاوز لحضرتك عن سؤال. يعني كل ما انام واقوم الصبح يعني من النوم الاقي اني بقول كده على لساني الشهاده. طب ايه المشكله يعني؟ ايوه. ايه المشكله؟ يعني دي بتبقى من ايه؟ يعني بحس اللي انا في ازمه يعني كده، وبقوم يعني بقول الشهاده كده على طول النايم. حاضر ماشي. دي بتبقى من ايه يعني؟ الله. حاضر حاضر ماشي. الأخت نعم معنا اتصالات أخرى ماشي، ياريت ناخدها كلها كده. معنا أم أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عايزة أسأل يا شيخ، إيه الحكم في أخت هي منتقلة بقالها فترة يعني من الوقت، بقالها حوالي 5 سنين. أيوة. ولكن الفترة اللي جت عليها اللي فاتت دي بدأت تشتكي من عينيها إن هي على طول بتحس بصداع كده ومش قادرة تفتح في عينيها، فسألت الدكتور وكده فهو قال لها أنت عندك خلية في عينيكي. هي دكتور هي شايفه المشكله لما بتبقى في الشقه مش بتحس باي حاجه في الالم، لكن مجرد ما بتلبس نقاب وبتنزل وبتقعد فتره طويله تحت. هو بس السؤال معلش، احنا مستمعين، انا مش سامع السؤال معلش، هل هذه الشكوى داخل البيت ايضا وهي لا ترتدي نقاب ولا حاجه بينها وبين اولادها وبين، ولا يعني شكوى دائمه، ولا شكوى في عندما ترتدي النقاب فقط؟ هي الشكوى بس يا شيخ لما بتلبس النقاب لما بتبقى تحت في الشارع. فبتتألم بقى، فهي دلوقتي هي حاسة ان هي لو قلعته هتبقى عليها اسم، فهي دلوقتي سمعيني سمع حضرتك فعايزة تسمع رأي الدين في حاجة زي كده. حاضر باش. طيب الأخت اللي كانت بتقول ان زوجها لا يختم القرآن الكريم ولو في كل شهر مرة، وهي بتلح عليه في هذا ويتعلل بعدم إتقانه للأحكام،
وعدم إتقان الأحكام ليس مبررا أن يهجر الإنسان القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن الكريم إما أن يكون بعدم قراءته أو بعدم التدبر فيه أو بعدم العمل بما جاء في أحكامه أو بعدم دعوة تسئيله، دي كلها مراتب تعد من هجر القرآن الكريم. والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وكان سيدنا أبو ذر رضي الله عنه في كل يوم ينظر في المصحف مرة فيقال له: تقرأ قليلا منه. قال: وما يغني هذا؟ قال: أخ يعني أستحي ألا أنظر في عهد ربي كل يوم ولا مرة، إني لأستحي ألا أنظر في عهد ربي كل يوم ولو مرة. يبقى قراءة القرآن الكريم في كل يوم كورد أمر مطلوب وينبغي أن نحرص عليه كمسلمين بصفة عامة. فإذا تعذر القراءة لأي سبب وبيسمع، برضو السماع له ثوابه. من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. فالاستماع له ثواب. إذا لم يستطع الإنسان أن يقرأ لأي سبب واستعار عن ذلك بالسماع فيرجى إن شاء الله أن يكون له الثواب، لكن ده طبعا أقل درجة من القراءة. بالنسبة لبيع صبغة الشعر والتجميل والعطورات النسائية وما إلى ذلك، إذا كان الشيء معدا للاستعمال الحلال والحرام، يعني اللي بياخده ممكن يستعمله في الحلال، زوجة تاخد الحاجات دي أدوات تجميل ولا مثلا عطورات ولا شيء تستعملها في بيتها لزوجها، هذا استعمال حلال. فإذا كان الشيء معدا لأن يستعمل في الحلال ويستعمل أيضا في الحرام، فإن من يأخذه هو الذي يتحمل مسؤولية نفسه في هذه الحالة. اللي هياخده هو الذي يتحمل مسؤوليته في كونه يستعمله في الحلال أو يستعمله في الحرام. زي واحد بيروح يشتري سكينة، السكينة تصلح لتقطيع الطعام، تقطيع الفاكهة، الخضار وما إلى ذلك، ويمكن أن يأخذها واحد يذبح بها واحد والعياذ بالله، أو يستعملها في البلطجة مثلا، فهو الذي يتحمل مسؤولية استعمال السكين في غير ما وضعت له. نفس المعنى في هذا الأمر. إمتى بقى يكون الشيء حرام؟ إذا تعينت الحرمة، يعني مش هتستعمل إلا في الحرام فقط. واحد بيقول أجر لي الشقة دي عشان أعملها مالها، حتى أقيم فيها خمارة، فبكتب له عقد بهذا المعنى وأنا عارف إنها تستعمل في الحرام، لا يجوز. امرأة تأتي إلى راجل بيفصل فساتين تقول له اعمل لي فستان قصير بكذا وكذا عشان تخرج بيه وتتجمل بيه أمام الناس وتتبرج، يبقى لا يجوز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا تعينت الحرمة لا يجوز لي أن أشارك فيها. أما إذا كان الشيء يجوز استعماله في حلال وحرام فيتحمل مسؤوليته من يشتري. هل صيام رجب كاملا من البدع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. فإذا يعني استشعر الإنسان قدرته على أنه يصوم الأشهر الحرم، يصوم أيام كثيرة، لا بأس بذلك، ما لم يعتقد أو يتخيل أنه ده من السنة أن أنا أصوم رجب كاملا. النبي ما أتم صيام شهر إلا رمضان، ما أتم صيام شهر إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان. وبعدين في حديث إن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أديم السفر وأديم الصيام، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يصوم في أي وقت من الأوقات يصوم، بس ما يعتقدش إنه ده صيام رجب كاملا دون إفطار ده من السنة. لا، عايز السنة صح يبقى أنت ما أتم الرسول صيام الصيام شهر إلا رمضان وتفطر بعض أيام وبقية الشهر تبقى في صيام فيها، ما في مشكلة. بالنسبة لقناة طيور الجنة، هي قناة تقدم منتجات للأطفال وهي قناة إسلامية يعني، لكن أنا بستشعر أنه أحيانا تعلق الأطفال بهذه القناة وبغيرها بيزيد عن الحد.
بحيث ان تلاقي العيال نايمة واكلة شربة فتح المسألة على مصراعيها، وبالتالي يتعلق قلب الطفل بصفة دائمة برؤية هذه المشاهد سواء طيور الجنة او اي قناة تانية. فاحنا محتاجين ان احنا نهذب نرشد استعمال هذه القنوات بحيث لا نحرم الاطفال منها ولا يكون الامر بالنسبة لهم عام زي الادمان، يحصل نوع من الادمان لرؤية هذه القنوات ويبقى على رأي البعض يقولك بيتنح كده قدام القناة قاعد ايه قاعد عايز 24 ساعة قدامها، فالمسألة تحتاج الى ترشيد. طيب الاخت اللي بتقول انها بتقوم صباحا وتقوم وهي تنطق الشهادة، طب ده شيء كويس، يعني انا شايف ان انا لما اقوم على شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ده شيء مش وحش يعني، لكن الخوف ان يكون فيه نوع من القلق نوع من الفزع نوع من الاستشعار بان انا خلاص بموت وبودع، وبالتالي اخر ما افارق عليه الدنيا ان انا اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، فكل شيء زاد عن حد انقلب الى ضدي، يبقى في الحاله دي انا كان انا خايف على طول ومفزوع بصفه دائمه. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اشوف اتعلم الادعيه اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان يقولها عندما يستيقظ من النوم، كان بيقول ايه بقى؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، إليه البعث يعني. وفي رواية تانية الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بإيه بذكره. فانت تعلمي هذه الادعيه واول ما تقومي من النوم اعملي اللي كان بيعمله النبي عليه الصلاه والسلام، يذهب القلق والفزع والكلام اللي من الممكن يكون سبب لنطق الشهاده عند القيام من النوم يعني. طيب معنا فاصل قصير ونعود نستكمل ان شاء الله مع حضراتكم. يا اهل الهدى والذكر افتوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الأخت كانت سألت إن في أخت منتقبة لها الآن 5 سنوات والآن تستشعر بأن عينها تصاب بحساسية إذا ما لبست النقاب، أسأل الله تعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وأن يدفع عنها الأذى وأن يعصمها من الزلل وأن يعينها على التمسك والالتزام كما هي تحب ذلك إن شاء الله تعالى. ويعني من الممكن جدا ان احنا نتصرف في الموضوع، يعني اذا كان مثلا الاشياء التي تحدث حساسية في العين بسبب الاشياء اللي فيها بوليستر زيادة مثلا ممكن نشوف اشياء قطنية، ممكن نباعد المسافة ما بين الجزء العلوي والجزء السفلي بحيث ان ما يمسش العين مسا مباشرا فيؤدي الى الحساسية. فانا ارجو انك انت الاخت كما قيل انك تسمعنا حافظ على هذا الجانب ما أمكن، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، فيعني نحافظ على كده ما أمكن ونحافظ على هذه الفضيلة التي وصلت إليها، وأسأل الله تعالى أن يدفع عني عن وعنك الأذى وتقللي بقى من مسألة الخروج، يعني ما يبقاش ملح بحيث أنك أنت تضطر لكل شوية والتانية أن عينك تصاب بحساسية أو كده، وربنا يعيننا وعينك على الخير. كان في سؤال جاي على SMS بيقول والد زوجها بيحلف بالطلاق وبيسد بالدين اكتر من 100 مرة ولكنه يصلي، ما فائدة الصلاة؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء فحش القول ومنكر الفعل، فاذا لم تنهى الصلاة صاحبها عن الفحشاء والمنكر فلا خير فيها، تصبح جسدا بلا روح وتصبح شكلا بلا مضمون، يعني واحد بيصلي في الجامع ويسب الدين ازاي تيجي؟ طب انت بتصلي ليه؟ لما انت بتسب هذا الدين اللي انت بتقول فيه الله اكبر ومع ذلك تأتي لتباشر اعمالا والعياذ بالله تسب فيها دين الله عز وجل وتحلف بالطلاق، وملعون من حلف بالطلاق او حلف به، ف
فدي مسألة غريبة جدا. ومثل هذا لا تفيده صلاته شيئا بهذا المعنى، إنما كما بينا بتصبح ها كأنها جسد بلا روح، في معنى حديث كده إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل ورحم المصاب. فالمسألة مش مجرد إن ركوع وسجود وخلاص. ها تعرفين المرأة التي ذكرت بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها في محضر النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه، ذكرت يعني معروفة ومشهورة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار، قال هي في النار. والحديث الآخر أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، أهو يأتي بصلاة وزكاة، يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. العبرة أيها الإخوة والأخوات ليست في أن نصلي أو نصوم فحسب، وإنما أن تكون الصلاة لها مردودها الإيجابي في حياتنا، وللصيام أثر الإيجابي في تعاملاتنا، هذا هو الواجب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا ظلت المسألة مجرد أداء شكلي فهذا لا ينفع، بل تصبح كما بينا جسدا بلا روح. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى وأن يتقبلنا وإياكم في الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها